يبذل مستشفى الملك حمد الجامعي جهودا كبيرة للحفاظ على صحة المجتمع، وخصوصا خلال الحملة الوطنية للتطعيم ضد فيروس كورونا، حيث يحتوي المستشفى على مركز متخصص لهذا الغرض. وأكد مدير عام الشؤون الطبية في المستشفى العقيد بروفيسور هشام حسن خلال استضافته في برنامج بكم نعود الذي يبث على شاشة تلفزيون البحرين، أكد على أن العمل في المركز يسير بسلاسة كبيرة وفقا للخطة الموضوعة. مركز التطعيم حاله حال أي مركز تطعيم ثاني، حاله حال أي مركز علاجي في البحرين. نعم. في صعوبات قاعدين نواجهها، في أعداد تزايد، في سباق مع الزمن، في معركة قاعدين نخوضها ضد الفيروس. بس الحمد لله الأمور حلوة طيبة. طبعا مثل ما قلت عندنا مطالبين بالسرعة، وفي نفس الوقت مطالبين بالنظام والدقة، لأن كل متطعم لازم يسجل في النظام. نعم. لازم نتأكد أنه أخذ الجرعة، لازم توقع على الدفتر، يعني ما تخلى أي درجة ترقيق اللي يكون فيها القصة كلها. فهي موازنة. طبعا مطالبين ايضا بزياده الاعداد الاستيعابيه. بكون صريح معك، البدايه ابتدينا احنا نحاول نقلل، بعدين لما شفنا الامور سلسه قلنا احنا نتصل، لا يبوا لنا اكثر. نقدر نستوعب اكثر والله الحمد والمنه. واحنا قلنا انا خذيت التطعيم هدفي ان اوصل حق مرحله المناعه الاجتماعيه. خلاص الكل متطعم، الكل عنده وقايه. خلينا نقول انه انا خذيت التطعيم وافضل تطعيم يمكن بيعطيني بصوره عامه وقايه 95%. طيب الخمسة في المئة بيلي مرض ممكن يكون خفيف والله الحمد، لكن المشكلة القابلية عندي أن أنقل حق شخص غير متطعم، سواء طفل أو واحد كبير في السن، بغض النظر عن الأسباب اللي خلت أنه ما يقدر يأخذ التطعيم. فهني بكون كنت بؤرة لنشر المرض في المجتمع مرة ثانية. فإلى حين وصول المرحلة هذه لازم شوي نطول بالنا ونصبر. زين، الشغلة أيضا المهمة الالتزام بجدول التطعيم. معنى الكلام، أنا أخذت الجرعة الأولى، عندي جرعة ثانية لازم أخذها، وإذا كان نوعية التطعيم اللي أنا ما أخذها في بوستر وجرعة تحفيزية لازم أيضا أمشي عليها عشان أوصل لمرحلة أن أنا عندي وقاية تامة ضد المرض.